كده خرج ده خرج 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 عن نطاق ال عايز تدي شمال يا احمد صح؟ عايز تدي ترمي شمال. هات له باص علينا بقى عشان الكاميرا تجيبها كويس. طب افرض وقعت اتكسرت في الميه مين هيجيبها؟ مين تنكسر؟ ان شاء الله يعني. جرب اعمل لاندنج. علق النوز. على النوز هنا مش هينفع. اطلع بص يا بص يا باشا اطلع انت مبدئيا لو سبتها دي واحده هتلاقي الهواء هيجيبها لك هنا يا احمد دلوقتي الهواء هيجيبها لك هنا انت لو عملت تيك اوف وعملته قريب من الميه هنا هو قريب الشط هنا هتقدر تنزلها انها تنزل في الميه. لا يا عم هي تنزل الميه ليه؟ بص بص يا عم اعمل ايه عملت من على الباص يعني بس وقفها هديها بقى هديها خالص ايوه خليها بس وانزل قريب مننا يعني علق النوز هنا يا عم تنزل قريب مننا علق النوز علق النوز علق النوز سيب هتيجي 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 لا لا ولا حاجه صدقني انت بس خلي السلوت المقفول على الاخر. لا بص هو الهواء اساسا عادلها وجايبها على هنا هتيجي بس هتيجي قدام شويه كده انا قلت لك علق النص شويه عشان اني اغرق جايه لك جايه لك ايه جايه لك لا عادي او يطلعها بس بالميه ينفضها ويدور الموتور على طول دي ما مالحه ولا مالحه دي بتطلع عامل لها قنوات رايحه على هتنزل مثلا بالشبشب لا جاي يا عم هي جايه خلاص هي جايه كالعاده عشان لما تقرب من الشط بيحصل الفلو عند الشط بيطلع ويرجع تاني يلمها الناحية التانية عشان الماء تخرج من رأي يفصل البطارية طب لا لا دور الموتور بقى كده دور دور الموتور بس دوره 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 كده في فلايت هينضف لك كل المية وأي حاجة كده. طب بس ما تطلعش من هنا بقى تعالى اطلع من الناحية التانية عشان تنزل صح يلا نصلي